السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء وحياكم الله في درس جديد. اليوم إن شاء الله نحكي عن الدعوة، إنشاء الدعوة، أيضا إنشاء جدا مهم. الإنشاء الأول والثاني هذني أول إنشاءين، يعني ماكو سنة ما يجن بالوزاري، ماكو سنة إلا ما أجى دور أول يجي دور ثاني. إذا ما أجى دور تمهيدي دور أول دور ثاني خارجي، دائما 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 يجيبونه. يعني الإنشاء الأول والثاني كلش مهمات. امتحنا بالأول وما شاء الله عليكم حافظينه، واليوم عندنا امتحان بالثاني، راح أقرأ لكم إياه وفهم لكم إياه زين. انتبهوا علي زين ونقطة بنقطة، انتبه يمي زين. طريقة حفظ الإنشاء هي عبارة عن قراءة باللغة العربية، أحفظ الإنشاء باللغة العربية بعدين أقرأ بالإنجليزي. إذا قرأتها بالعربي بالبداية وبعدين بالإنجليزي ما راح تنسى أبد، ولكن إذا قرأتها بس بالإنجليزي راح تنسى. لذلك تحفظها بالعربي حفظ بعدين ترجع تقرأ باللغة الإنجليزية. هاي هي هيك القراية، غيرها غلط، غير هاي القراية غلط، مو صحيح. زين، يلا هسه انا راح ابدا اقرا لكم اياه وانتبهوا علي زين. طبعا هواي طلاب ما يعرف يقرا، لذلك راح اقرا لك اليوم وانت الفظ وراي، سواء هسه تشوف الفيديو او بعدين على اليوتيوب وين ما كان، انتبه يمي زين. بداية الانشاء هاي يعني مرحبا، هاي جدا ضرورية ولازم تكتبها، تكتبها لي فوق هاي وتحط وراها فارزة. هاي I have got two tickets. I have got two tickets for marriage celebration. For marriage celebration. طبعا اكو هو اثنين، تقدر تقرا لي بالكتابه وتقدر تقرا لي بالملزمه عادي، هي اهم شيء دعوه. I have got two tickets for the school graduation party، هذا اللي بالكتاب. طبعا اذا تحب تقرا بالكتاب او بالملزمه ماكو فرق، هنا marriage يعني عرس احنا نقول عليه، وهذا اللي بالكتاب مكتوب دعوه عن حفله تخرج مدرسه. خلينا نقراكم اللي بالكتاب شوية أسهل. هاي مرحبا لازم تكتبها لي فوق. طبعا خاف واحد يقول استاذ أنا ما أعرف بالامتحان يا هي. هاي بارتي، تجيك بارتي، بارتي يعني حفلة، هاي هي عنوان السؤال. I have got two tickets. I have got two tickets. يلا اقرأ وياي انت، إذا تسمعني هسه اقرأ وياي. I have got two tickets for the school graduation. I have got two tickets for the school graduation party. For the school graduation party on Thursday. بالبداية تحفظ ليها بالعربي. إذن عندي بطاقتين لحضور حفل تخرج مدرسة يوم الخميس. You must come. أنت لازم تجي. The performances. طبعا هاي احفظها اجزاء، بير واحد، فور اثنين، مان ثلاثة، سيز، هيك احفظها اربع مقاطع. Are always really good. الاداء او يعني التمثيل، تمثيل يعني اداء الحفل، تجهيزات وتحضيراته و كلش جيدة جدا. Really good. طبعا هاي good صفة قوية لذلك حاطين really. It starts at 10.
It starts at 10. تبدأ في الساعة العاشرة. It starts at 10. But we need to be there. But we need to be there. But we need to be there. ولكن يجب أن نكون نحن هنالك. يعني إحنا لازم نكون واصلين الساعة 9:30. By 9:30. But we need to be there by 9:30. Let me know tomorrow. Let me know tomorrow. هذا الكي ما يلفظ طبعا. Tomorrow. So I can give the tickets to someone else. So I can give the ticket. So I can give the ticket. So I can give the ticket to someone else. To someone else. If you can't, to someone else, to someone else, if you can't come, if you can't come. إذا أنت ما تقدر تجي, أعطيني خبر, خليني أني أعطي البطاقة لغيرك. Let me know يعني أعطيني خبر. So I can, وبذلك راح أقدر give the ticket, أعطي البطاقة to someone, إلى شخص ما, else آخر. If you can't come, إذا أنت ما تقدر تجي. طبعا هذا هو بالنسبة للإنشاء, جدا 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 مهم.